معلومات عن خبير التجميل شريف طنيوس، أصوله مصرية ومعاه الجنسية اللبنانية، والفلوس بقت بتجري في إيديه وثروته اتجوزت التوقعات، والفنانات بتحبه والناس لما بيشوفوه أول مرة بيفتكروه واحدة ست. خبير التجميل شريف طنيوس اتعرف خلال الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا، وده بسبب النصايح اللي بيقدمها للبنات وخاصة توعية العرايس بروتين الحفاظ على البشرة، وده عشان يظهروا بأجمل مظهر يوم الزفاف. وتميز شريف طنيوس بهدوم اللي شبه هدوم الستات وأسلوب كلامه المختلف، ومع الوقت أصبح مصمم مكياج لكبار النجوم في الوسط الفني، واسمه بقى علامة معروفة في عالم التجميل، وده بعد تعاونه مع الفنانة ياسمين صبري بعد ما نشرت صورة معاه من داخل الطيارة. شريف طنيوس كان حلمه إنه يكون مصمم أزياء، وده بسبب حبه للجمال والأناقة، لكن اكتشف موهبته في فن المكياج والتجميل عن طريق الصدفة، قرر يطور مهارته وحقق ثروة كبيرة في المجال ده، وكل فترة بيرجع اسمه لتصدير الترند بسبب الهدوم اللي بيلبسها وبسبب طريقة كلامه. عادة بيظهر شريف طنيوس وهو لابس هدوم وأزياء غريبة، وبيكون لابس شنطة نسائية، وده كان سبب في انتشار شائعات كتير عنه، ولكن نجح في عالم الموضة والجمال ووصل عدد متابعيه لملايين. والغريب ان في كتير من البنات بيحبوا يقعدوا معاه ويتكلموا، وفي عدد كبير من الفنانات بيحبوا. شريف طنيوس من أصول مصرية وبيحمل الجنسية اللبنانية. اشتهر شريف بتعامله مع أشهر الفنانات زي ياسمين صبري وأسماء جلال، وأسلوب مميز في المكياج، لدرجة إن بعض الناس بيشوفوا إن الفنانات بيبقوا شبه بعض، وده لما بيحط لهم المكياج. ومع كل مرة بيظهر فيها شريف اسمه بيتصدر الترند وبيصير حالة كبيرة من الجدل، وفي ناس كتير أول مرة بتشوفه بتفتكره واحدة ست، وده بسبب إن على طول لابس ملابس غريبة شبه هدوم البنات، وكمان شكله كده عامل روتين لبشرته لدرجة البنات نفسهم لما بيشوفوه بيقول انه مهتم ببشرته اكتر منهم. وبيتعرض شريف طنيوس لكتير من الانتقادات مع كل ظهور جديد، لكن هو مش بيركز مع كلام الناس ومستمر في تحقيق نجاحه وثروته. شريف طنيوس اتعلم فنون المكياج في العاصمة الفرنسية باريس، ورجع مصر عشان يثبت نجاحه، وبالفعل خلال فترة قليلة بقى واحد من اشهر خبراء التجميل في مصر. ظهر شريف طنيوس مع ياسمين صبري قبل كده، وده داخل طائرتها الخاصة، وكان لابس شنطة ايد وخاتم. وقتها في ناس قالوا ان ياسمين صبري شكلها ترتبط بيه، وانتشرت انباء عن ارتباطها، لكن طلع مفيش ارتباط ولا حاجة. اسم شريف طنيوس ارتبط باسماء عدد كبير من الفنانات، وبنات كتير بتحبه ونفسهم بس يقعدوا معاه، وكل فترة بيتداوله عبارة نفسنا نقعد مع شريف طنيوس، لدرجة انه بقى فتى احلام عدد كبير من البنات في الجيل الحالي. ايه رأيكم في قصة نجاح خبير التجميل شريف طنيوس؟ وهل ممكن تخليه يحط لك المكياج يوم فرحك؟ وهل لما شفته اول مره افتكرته ان الست زي ما بيقولوا عنه؟ ما تنسوش تشاركونا في التعليقات.